انتم تطبقوا القانون قلنا انتم تطبقوا القانون عندنا حق الدفاعر جناكم للحر للحراك هدني انتخابات مع العصابات ما كانش انتخابات مع العصابات ما كانش انتخابات مع العصابات ما كانش انتخابات مع العصابات قول لي جاء انتخابات ما جاش انتخابات انا لا تهموني اصلا لانه احنا نعرفوا انت انتخب لا انتخب بهذه الطريقه لا انتخب تحت هذه السلطه الفعليه وراح نبقاو نخرجوا باش نبينوا انه مازلنا متمسكين بمطالبنا اللي هي صحافه حره عداله مستقله تحقيق الاستقلال الذي حلم به الشهداء